أيها الإخوة، الأضحية واجبة مرة في كل عام على المسلم الحر البالغ العاقل المقيم الموسر. المسلم الحر البالغ العاقل المقيم الموسر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما عمل ابن آدم عملا يوم النحر أحب إلى الله تعالى من إراقة الدم، إنها أي الأضحية لتأتي يوم القيامة بقرونها وأضلافها، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيب بها نفسه. وحكمتها أن المسلم الموسر يعبر بها عن شكره لله تعالى على نعمه المتعددة، ومنها نعمة الهدى، ومنها نعمة البقاء على قيد الحياة من عام إلى عام، فخيركم من طال عمره وحسن عمله، ومنها نعمة السلامة والصحة، ومنها نعمة التوسعة في الرزق. فضلا عن ذلك تكفر الذنوب التي وقعت من الإنسان في هذا العام، وتوسع على العيال وعلى أقربائه وأصدقائه وجيرانه وفقراء المسلمين. من شروط وجوبها اليسار. الموسر من ملك نصاب الزكاة زائدا عن حاجاته الأساسية، أو الذي لا يحتاج إلى ثمن الأضحية أيام العيد فقط، أو هو الذي لا يحتاج إلى ثمن الأضحية خلال العام بأكمله، على اختلاف بين المذاهب في تحديد معنى الموسر. ينبغي أن يكون الحيوان المضحى به سليما من العيوب الفاحشة التي تؤدي إلى نقص في لحم الذبيحة أو تضر بآكلها، فلا يجوز أن يضحي بالدابة البين مرضها، ولا العوراء، ولا العرجاء، ولا العشباء، ولا الجرباء. ويستحب في الأضحية أثمنها وأحسنها، وكان صلى الله عليه وسلم يضحي بالكبش الأبيض الأقرن. وقت نحر الأضحية بعد صلاة عيد الأضحى وحتى قبيل غروب شمس اليوم الثالث من أيام العيد، على أن أفضل الأوقات هو اليوم الأول ما بعد صلاة عيد الأضحى وقبل زوال الشمس. يكره تنزيها الذبح ليلا، ولا تصح الأضحية إلا من النعم، من الإبل والبقر والغنم، من ضأن ومعز، بشرط أن يتم الضأن 6 أشهر، وأن تتم المعز سنة كاملة عند بعض الأئمة. ويجزئ المسلم أن يضحي بشاة عنه وعن أهل بيته المقيمين معه، تضحية واحدة عن جميع أفراد الأسرة. والذين ينفق عليهم هم جميعا مشتركون في الأجر. من مندوبات الأضحية أن يتوجه المضحي نحو القبلة، وأن يباشر الذبح بنفسه إن قدر عليه، وأن يقول: بسم الله، والله أكبر، اللهم هذا منك وإليك، اللهم تقبل مني ومن أهل بيتي. وله أن يوكل غيره، وعندها يستحب أن يحضر أضحيته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: قومي إلى أضحيتك فاشهديها، فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها. يستحب أن يوزعها أثلاثا، يأكل هو وأهل بيته السلس، ويهدي لأقربائه غير الفقراء السلس، تمكينا للعلاقات الاجتماعية، وأصدقائه وجيرانه، أقرباؤه أصدقاء جيران السلس، ويتصدق بالثلث الأخير على الفقراء والمسلمين، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وقال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، وبشر المحسنين.